على مدار السنوات الماضية سعى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهدا لتحقيق حياة كريمة لجميع المصريين، خاصة في مجال الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وتوفير كافة الخدمات وإطلاق كمان عدد كبير جدا من المبادرات في قطاعات مختلفة. خلينا نتعرف أكتر على أهم ما تحقق وأبرز المبادرات من الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح النور، كل سنة وإنتم طيبين وبلدنا كلها بخير إن شاء الله. حضرتك طيب إن شاء الله. في البداية لو هنبدأ مع حضرتك من بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي والوضع اللي كان عليه القطاع الصحي تحديدا ومنظومة الحماية الاجتماعية والتعليم. والله طبعا يعني اعتقد اي حد هيرجع على العشر سنين اللي فاتوا هيبقى عارف كويس قد ايه كان في حاجات تراكمات سنين وعقود طويله جدا كانت محتاجه يعني عقود عشان تتغير. يمكن كان في القطاع الصحي كان الفيروس كابي دي سي كان بيصيب ملايين المصريين، وكان دايما التقارير الدوليه ان مصر اكبر دوله في العالم عندها فيروس كابي دي سي، ده بالاضافه طبعا لانتشار امراض مختلفة، الأمراض السارية، الضغط، عمليات القلب والانتظار، وكان قرارات العلاج على نفق الدولة بتنتظر فترات طويلة. الحقيقة استراتيجية المبادرات الرئاسية حلت أزمة كبيرة. يمكن السنة دي، السنة اللي فاتت 23، كان منظمة الصحة العالمية بتمثل شهادة الخلو من الفيروس، ودي ده مش بس إنجاز المصريين عملوه، انه في دول كبيره جدا منها الولايات المتحده او غيره عندهم نفس المشكلات ولا تزال قائمه يعني. بالاضافه لدول ثانيه بدات معانا ولم تنتهي من هذا الامر. فالحقيقه مش بس كان القطاع الصحي الفيروس دي، ثم مبادره 100 مليون صحه اللي مكنت ملايين المصريين ان هم يكتشفوا الضغط والسكر والامراض الساريه اللي هي اصلا بتسبب برضه او انسداد الشرايين والقلب وقوائم الانتظار، كمان كانت خطوه في غايه الاهميه. ويمكن كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في اكثر من مره كان بيتكلم على انه ما كانش ممكن تاجيل ملف لصالح ملف اخر او العمل في ملف وتاجيل ملف جميل. اخر كانت المشكله انه لازم نعمل في كل الملفات بشكل واضح جميل. ويمكن حتى طبعا انجازات زي ما حضرتك بتقول استاذ اكرم، انجازات طبعا لا تخطئها العين في القطاع الصحي. لو حبينا نروح مع حضرتك سريعا لملف مهم جدا كمان، هو ملف الحمايه الاجتماعيه. شفنا مظله الحمايه الاجتماعيه بتمتد يعني وتقدم خدمات كتيره جدا للاسر الاولى بالرعايه وكبار السن واصحاب المعاشات. هذا الملف المهم جدا، ملف الحمايه الاجتماعيه، شايف ما تحقق فيه ازاي؟ الحماية الاجتماعية مش بس الحقيقة يعني الجزء بتاع التضامن والجزء بتاع تكافل الغرامة والجزء بتاع اللي هي رواتب والأسر اللي ملهاش عائل والأسر اللي يعني حتى اللي عندها مشاكل أسرية قضائية. كان بنتكلم على صندوق رعاية الأسرة، وكان والحقيقة إنه الحماية الاجتماعية مش بس تتوقف على الجزء اللي تضاعفت حجم ما يقدم من تكافل وكرامة او من غيره، لكن كمان حتى حياة كريمة نفسها كان بهذا الهدف. صحيح. والحقيقة من 2019 لحد 23 الحد الادنى للاجور تضاعف ما يقرب من 8 او 9 مرات. يعني احنا كان في 2011 كان المطلب انه يبقى 1000 جنيه، وصل 1200 جنيه. من 2019 تضاعف وصل حتى 6000 جنيه، واحنا شفنا ده يمكن مؤخرا منهم سنه 23 لوحدها 23 و24 ثلاث مرات رافع. ففكره الاستجابه دي وقدره الاقتصاد المصري انه يستجيب لده، اصحاب المعاشات او الرواتب او الاجور ورفعها بالشكل ده، كان في استجابه واضحه جدا للضغوط حتى وانعكاسات الازمات العالميه بشكل كبير، وده تحملته الموازنه. ويمكن اخرها كان من اقل من شهرين، وده كان تعامل واضح جدا مع انعكاسات الازمه العالميه. فهنا حتى لما بنبص لنفس هذا الملف بنبص لملف اخر يمكن انفق فيه اموال كثيره جدا بعض الناس ربما ما تشوفهاش النهارده، زي ملف العشوائيات على سبيل المثال اللي انتقلوا مش بس لايواءات او شقق او غيره، لمجتمعات حضريه فيها ملاعب، فيها مدارس، فيها خدمات صحيه، فيها مراكز صحيه.
فده كان ملف مهم وكان بيمثل عار الحقيقه، كان بيمثل يعني حاله مزمنه، كان الاعلام بينقله باعتباره شيء دائم ومستمر، تم نقل ده بشكل، وكانت الصخور وصخره الدويه لو احنا فاكرين او منشط ناصر اللي حصل فيها، فبقى ملف ده ملف صح. بالمناسبه تكلف كثيرا مليارات، ومع ذلك اعتقد انه برضه تم الانتهاء منه باراده شديده جدا وشجاعه الحقيقه في التعامل معاه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف شديد الخطوره ايضا، يعني زي ملف العشوائيات. طبعا يعني زي ما حضرتك قلت يا استاذ اكرم، كان بالفعل يمكن القطاعين دول تحديدا يعني كان خلينا نقول في ارث ثقيل جدا متعلقين بالقطاعين دول تحديدا، كان الحمايه الاجتماعيه والتامينات او حتى يمكن القطاع الطبي والصحي. طيب لو هنتكلم على حياه كريمه يا فندم، اللي بيعتبر واحد من اهم المشروعات القوميه اللي اولى ليها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام خاص الحقيقه، ازاي هذه المبادره قدرت انها تغير وجه الحياه للمواطنين، ومش بس من فكره ايجاد يعني اماكن للحياه او حتى تغيير نمط الحياه، لكن فكره وجود فرص عمل، وجود حياه ادميه بالفعل للمواطنين؟ ده برضه ملف في غايه الاهميه، لان دي احنا قلنا ان دي المبادره الاكبر، يعني دره المبادرات الرئيسيه الحقيقه، وسياسه المبادرات يعني خلينا نقول استراتيجيه المبادرات كانت مهمه جدا في حاجتين، انه كان الدوله بتشتغل في اكثر من اتجاه، يعني كان الارهاب موجود ومع ذلك ما تفرغتش الدوله لمواجهه الارهاب، قوات مسلحه والشرطه قاموا ببطولات قويه جدا، كان كل الملفات مفتوحه، بمعنى ملف البنيه الاساسيه والطرق وغيره. ما سميناه ممرات التنميه، ممرات التنميه دي كان مطلب من خبرات التخطيط على مدى عقود، انه الطرق والمواصلات العامه والطرق والقطارات الخفيفه وغيره بتخلق مجتمعات حولها وانفاق سيناء وغيره. كمان ما كانش الريف المصري اللي هو بيمثل اكثر من 50% مستفيد، ما فيش انعكاسات لهذا الامر، وكنا بنشوف انه في قرى ما فيهاش مدارس، مش بس ما فيهاش مدارس، ولو بيروح جامعته او مدرسته بيقعد ساعات ويعبر اماكن خطره وغيره، فكانت المبادره دي مهمه، انه هذا الريف المصري يربط بممرات التنميه، وفي نفس الوقت يستفيد استفاده مباشره من توفر الخدمات، مش بس توفر الخدمات زي الصرف والطرق والكهرباء والاتصالات وغيره ومكاتب او المدارس والوحدات الصحيه، لا كمان بجوده عاليه، يعني جوده الحياه كمصطلح ساد في السنوات الاخيره ومهم جدا في هذا الامر. فالحقيقه كانت البدايه لو احنا فاكرين كان الرقم اللي مطروح 500 مليار، النهارده احنا بنتكلم في اكثر من تريليون، اعاده صياغه لقرى وتوابع وعزب كان يعني كان اهاليها بيبقوا عايشين، ما حدش بيتحرك او تلميذ يمشي 5 أو 6 كيلو في المطر او في الحر عشان يروح مدرسته او يروح وحده صحيه، كمان حتى واحنا بنعمل التامين الصحي الشامل موجوده، فدي برضو يمكن هذه ملف حياه كريمه بالذات وحجم ما تحقق فيه وما يستمر واصرار عليه، اولا كان يتكلف عشرات الاضعاف من ده، ثانيا كان الريف المصري مهمل جدا، كان يقول له على شمال البلد ومحدش واخد بالهم، وكان بيرموا لهم في الانتخابات شويه مواسير او شويه غيره ويشيلوها بعد الانتخابات كجزء كدعايه انتخابيه. صحيح. دي اموال قد تبدو ان احنا حطيناها في صرف او في غيره، ناهيك عن انه تكلم على اكثر من نصف المصريين ما كانش عندهم صرف صحي، وده اثر على الارض الزراعيه واثر على الزراعه واثر على حركه الناس واثر على حجم الخدمات اللي بتتقدم، فدي اموال تم انفاقها لصالح المصريين وربطهم كمان بحجم الانجازات، يعني لو احنا بنتكلم في الريف في الصعيد على سبيل المثال، المحاور والطرق اللي اتعملت لربط شرق النيل بغربه اللي كانوا معزولين تماما، وده نفس فكره ممرات التنميه، احنا بنتكلم بعض هذه المحاور وصل ل 25 كيلو متر في بين اعمال هندسيه وبين اعمال صناعيه وغيره، فكره ان يبقى في طريق ممهد ويبقى في مواصلات للفلاح اللي بيصرف منتجاته او بيروح، ودي كلها يا استاذ اكرم بتقدم خدمات تنمويه مباشره لكل مواطن مصري في كل مكان موجود على ارض الوطن والمجتمع المصري الاهلي، كمان المجتمع الاهلي بيبقى ليه دور كبير. انا عايز بس اسال حضرتك، يعني المتامل كده خلال السنين اللي فاتت هيكتشف انحياز شديد الى فئات مهمه جدا، يعني رعايه المراه طبعا وكبار السن
فئة زي ذوي الهمم كمان كان ليها وحظيت باهتمام رئاسي مهم جدا. شايف الاهتمام والانحياز لمثل هذه الشرائح ازاي خلال السنوات الماضية؟ ده ملف التمكين ده من أهم وأكثر الملفات اللي شهدت تداخل واضح منذ اللحظات الأولى حقيقة. يمكن لو احنا خلينا نتكلم بوضوح، احنا كان في فئات معزولة تماما عن المجالس النيابية. صحيح. يعني ما كانش لا المرأة ولا الأقباط ولا ذوي الهمم ولا طيارات كثيرة وفئات كثيرة، وكان لو احنا فاكرين كان في جدل كده عن العمال والفلاحين زمان، كان بيتم التلاعب فيه لصالح فئات تحمل اسم العمال هم لا يمثلوا العمال ولا الفلاحين. المرأة النهاردة مش بس وصلت للمجالس النيابية، وصلت كمان لمنصات القضاء، ودي كان ملف برضه مزمن وبنناقش فيه، وكان في أضراب حتى داخل هذه الهيئات بيمنعوا وصول المرأة إلى النيابة العامة أو إلى منصة القضاء أو إلى مجلس الدولة. بالمناسبة ده سنين طويلة. ذوي الهمم كانوا في 2011 كانوا بيخرجوا في مظاهرات للمطالبه بان يبقى لهم مقعد واحد في مجلس الشعب وقتها اللي كان مجلس الشعب. مش بس اللي حصل انه بقى لهم ممثلين في لجنه الخمسين، بالعكس ده كل ما طالبوا به وفي مزيد طبعا في مطالب مختلفه مستمره، كل ما طالبوا به تحقق، اصبح لهم كوتا نسبه معتبره في مجلس النواب، اصبح كمان حتى في المدن الجديده في المواصلات طبعا العامه، في زي ما كنا بنطلع بره نشعر بغيره من انه هذا العالم المتقدم يفترض انه ذوي الاحتياجات الخاصه هؤلاء الملايين لهم الحق. وبعدين بقى لهم مؤتمرات سنويه بيشاركوا فيها، والرئيس بيضع حريص جدا نلاحظ، واحنا عارفين وجود الرئيس بيدي قد ايه دفع وقد ايه احساس بانه الدوله كلها واقفه مع هذا الملف. دمجهم في التعليم وده كان ملف في غايه الاهميه لانه كان لهم مدارسهم الخاصه ودي فئات، لكن الدمج كان بيكسر، كان توصيات لخبراء علم النفس والتربيه العالميين وغيره انه كده الاعاقات البصريه والاعاقات الحركيه وغيره في المترو الانفاق في المواصلات العامه زي ما احنا قلنا، كمان سيارات الركوب اللي بيتم اعفائها تماما اي رسوم او غيره. بنتكلم على فكره الدمج، بنتكلم على التوظيف، انه نسبه 5% كانت نسبه شكليه، كارنيه الخدمات المتكامله اللي بيقدم لذوي الاحتياجات الخاصه كل مطالبهم من خدمات، من تعليم، من صحه، من مواصلات عامه، تخفيضات كبيره في المواصلات العامه، بجانب باقي الفئات الضعيفه والتي تستحق الدعم الحقيقي زي كبار السن، زي ودول كان طول الوقت في ليهم صناديق بتقدم هذه الخدمات، وكارنيهات الخدمات المتكامله الحقيقه اصبح مهم جدا اي حد بيحصل عليه يحصل على ممر ليه كثير من الخدمات، ومن ليس له راتب او عمل بيحصل على راتب او عمل او مسكن او غيره. ده دي بنتكلم احنا في ملايين، وده كان جزء مهم قوي في بعض الامراض الخطيره اللي الشلل الدماغي او غيره اللي كانت تتكلف مليارات على اصحابها وغيره. النهارده الدوله بتتكفل بعلاج هذه الامراض بفواتير مفتوحه، ودي برضو كان تحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي انه الدوله كانت تساند هذه الاسر. اي واحد كان بيبقى عنده هم حقيقي وما زال ما يبقى عنده طفل غير طبيعي، وارد جدا انه اي حد ممكن ده يبقى كده. فمنذ البدايه ومنذ الحمل والكشف الطبي في الزواج بالمناسبه ده جزء مهم قوي من هذا الملف، ان احنا لو في اي مشاكل وراثيه او مشاكل جينيه اصبح مهم او كجزء من القوانين اللي بتفرض على ده. فهذه الفئه الحقيقه من ابناء المصريين الحقيقه وجدوا وما زالوا رعايه، وفي مطالب اخرى الحقيقه ليهم طول الوقت لما بيتم المطالب الاستجابه لها. بالاضافه كمان حاجات مهمه جدا انه هذا الدعم مكن ذوي الاحتياجات الخاصه من الحصول على ميداليات وجوائز كثيره في البارالمبيات والمسابقات العالمية والسباحة والألعاب القوى والألعاب الفردية وغيره. ده جزء مهم كان ناتج مهم بالإضافة إلى تمكينهم من ممارسة أنشطة رياضية إذا أرادوا دمجهم في المجتمع إذا أرادوا، يعني كل ده. الفن النهاردة أصبح حتى يتعامل يعني شيء يذكر، وحتى أصبح ده مطروح حتى في
الدراما وغيره زي حاله خاصه او غيره، والمنتجات تتجه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه اللي هي فيها جزء برضه مهم، معالجه اجتماعيه ومعالجه دراميه شيقه جدا لقضايا مهمه موجوده في كل اسره. ده برضه نتاج للجهد اللي بذله الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه بشجاعه كبيره في ملفات كانت تبدو مزمنه وكانت تبدو ملقاه ومهمله، اصبحوا النهارده في عين الدوله وفي قلبها بشكل كبير، ومزيد منه طول الوقت لا يتوقف الرئيس عن انه يلتقي بيهم ويستمع اليهم ويتعامل معهم باعتبار ان هم جزء من هذا المجتمع. فملف التمكين للمراه او لذوي القدرات الخاصه او للاقباط حتى في مجالس التشريعيه او في المجالس المحليه او المساواه في الاجر، المساواه في الوظيفه، التوظيف، كل دي الحقيقه نقاط طبعا يعني اكيد وضحت الفكره. بنشكر حضرتك جزيل الشكر يعني على هذه القراءه الوفيه الكاتب الصحفي اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع، شكرا لحضرتك يا فندم.